وزير الداخلية طبعا قبل أسبوعين بمحافظة ذي قار اجتمع بقادة مدراء الداخلية ونوه وأكد بعدم الزخم وتسهيل معاملات وترويج معاملات المواطنين. هذه صورة من أحد الصور والازدحامات والروتين المستشري في محافظة ذي قار، وهو دائرة التي تابعة للمرور اللي تسجيل السنويات أو العجلات. طبعا مو هنا المشكلة، ولا المشكلة الشمس الدرجة 50، بس المشكلة هذا كله على مود استفسار تصير المعاملة لو مو تصير. والمشكلة مو هنا، ذب سيارتك ب3000، توصل للباب يرجعك على مود ورقة، تطلع السيارة ترجع مرة ثانية ياخذون 3000، توصل ثالث مرة لابس نعال لاستيك ما يصير الطب، لازم تلبس نفس لبسهم، ترجع رابع مرة طلع السيارة 3000، ترجع خامس مرة وعلى هالروتين. وإذا كذاك شنو تسجل، شنو تبث تسجيل على مود الدوائر؟ أدري أنت حرامي لا تصير، من السلطان لا تخاف. هذا الروتين شنو؟ آمنت بالله، أكو تدقيق أكو تأخير، احترم المواطن العراقي. شلون ليبيا الطب للحدود يقول لك احترم سيدك الليبي، هسا احنا احترم سيدك العراقي، مكافئ بزعتونا.